خوت احنا مع الكوتش ديالنا طارق غنديروا السلام عليكم. وعليكم السلام. سلم عليهم. سلم حواك. يسلم عليكم خويا طارق. المهم اليوم غنبداو الحصه ديالنا بالتسخين ديال المن. خصك تسخن السيركولاسيون ديال الدم، دور الدم في الجسم ديالك عاد باش تسخن العضلات اللي غتخدم. ولا لا خي طارق؟ ضروري التسخينات، ضروري التسخينات باش ما يوقع لك شي حاجه. والمياه، والماء ضروري. الماء ضروري، الماء خص يكون معك باش ما تيبسلكش العضلات ديما. هذا الشيء ما كان. دابا غنسخنوا هنايا ومن بعد نمشيو ان شاء الله نضربوا العضلات. دائما في التسخينات الدغيا باش ما يوقع لك شي اصابه، دائما سخن مزيان عاد تدخل للتريني، لان حتى التسخينات راه كيدخلوا لاخور الدم في العضله. كما كتعرفوا فوقاش كيدخل الدم في العضله يعني كتكبر العضله، لان كيدي مع الغذاء باش تكبر العضله. سخن اي حاجه، اما الفيلو ولا الدروج ولا الجري ولا المهم، سخن سيركيلاسيون ديال الدم. اخي طارق كيسخن دابا دابا هو خويا طارق كيهضر شويه كيشرح لكم بالفرنسي. المهم هادي باش تسخن من الفوق، تسخن شويه الكتاف وتسخن شويه الانسجه العضليه ديال الكتاف، تفادي ديال الاصابات. قبل ما تدخل للبلاصات دايما سخن الدراري، انا دايما كنصح الناس، لان بزاف ديال الدراري كيتصلوا بيا. واحد بعد انا اليوم اخي طارق اتصل بيا واحد الدري كلاه في كتاف، قلت له ما سخنتيش، هذا تلميذ ديالي يعني راه كيسمعني دابا، راك ما سخنتيش. عطيت له واحد الدواء الدراري اللي وقعت له شي اصابه، القرفه سي انفلاماتور، هو كيداوي الأنسجة العضلية، يعني الضربة الإصابة اللي كتوقع لك كيداويها، كيسخن ديك البلاصة ويداوي. ديرها مع القهوة ولا مع الحليب. احنا بدينا لكم البيسبس، كما كنعرفوا الدراري كاملين كيعجبهم البيسبس. مبتدئين، هذا مونطرينمون ديال المبتدئين، لأنه هي اللي تدخل البلاصة ما عرفش شنو غيدير، غيخلط غير جوج من حاجة بحال العرس. غنمشي تتعرس، جيب لي جوج من حاجة. ايوا هنايا غتخليني غدير جوج من الحاجة. التمرين الثاني يا الدراري، الدراري ماشي ضروري يضربوا الماكينة، يمكن لك دير هادي بالبارة. انا كنعطي لكم غير مثال، يعني كاين بعض اللي صال ما فيهمش هاد الماكينة هادي، عوضها بديك البارة او الزد، هاديك العوجة هادي. انت الدراري خويا طارق كيضرب تريسيبس، على خدمة تريسيبس، درنا جوج سيرك ديال تريسيبس، دابا غندير جوج سيرك ديال تريسيبس، على الخدمة التانية ديال تريسيبس، كيما كتشوف كيدير زاوية قائمة 12 90 درجة، اوكي، دابا غنديرو واحد الخدمة ديال السبت، معروف هادي البنش. باش بريس كيما كتشوف شوية املع قدمك، هادي راه كاينة في الصدان اللي كاينة في الصدان. دابا نضربو انتري كلينية الدراري اللي عندو النقص، يقدر يبدا بيها ماشي ضروري تضرب في الماكينة، يمكن لك تضربها في البارا او زاد البارا. المهم تكرارات 15 12 10 8 6 جميع تمام. اما بالنسبه شحال ديال يعني الريسس هذه التمارين، 3 حتى 4 بالنسبه للتمارين، 2 3 4 الى غدر ديال يعني جوج
ديال الثمانين ضرب 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 بيسبس دير ثلاثة ثلاثة. أنا يلا بديت انت دابا الدراري خدموا الظهر a few moments الدراري الكوتش ديالنا راه عيا شير لهم سلم عليهم. حنا كملنا الحصه ديالنا الدراري دابا غنشربوا لان تعطلنا بزاف هنايا غنشربوا البروتين ديالنا هنايا عاد نمشيو كملنا الترينو قبايله ومامونا عندها رجلين هو كان عنده لابوبرا وترابيز درنا لكم هذه الحصه خصيصا للدراري لان بزاف ديال الاسئله كيجيو لي كيفاش غنبداو في الاصل. حنا كنشجعوكم كنديروا لكم هذه الفيديوهات التحفيزيه باش ترينيو وما تقطعوش ترينيو وما تقطعوش لان الناس بزاف في طريق كيبقاو يتحركوا لا يدخلوا للاصال ولكن في الاخر كيقطعوا خص العزيمه ضروري خص العزيمه. لا دابا بنادم كيشوف بنادم اذا يعني صحيح وداك الشيء صحاب الاخلاق عيد لا كيقول عمر عمري نوصل هيدا غتوصل اخي الرياضه خص العمل خص الصبر والنتائج ديالها ما كيجيوش في شتا كطيح نمشيو نكبوا في العضله في العربه في العضله في العربه في العربه عاد نمشيو للدار. هاد البلاد هادي ما فيها بوش الشمس عليها ضروري ما يبقى يشرب فيتامينات خصوصا فيتامين دي بالليل والنهار بصحتكم الشمس اللي عندهم الشمس اخي ديالي بصحته صباحا فيها كل شيء. A few moments later الخوت نكملوا على الموضوع ديالنا
كما قلت لكم الدراري بزاف ديال الدراري كيمشيو للصال كيدخل كيلقى الدراري يعني مفورمين الصدورات الدرعين كيقول انا محال نوصل هذا الشيء انا نقطع من دابا بلا ما نضيع الوقت كيسحب له راه دوك الناس راه خلقوا ايدك يعني خلقوا بديك المستوى راه بنادم خدم ضرب التماره ولكن ملي مزيان في هذا الحديد التماره ديالو يعني كتستمتع بها كل ما كبرت شويه العضله كتستمتع بها كتشوفها كبيره اه وهذا الشيء مزيان نزيد عاود نكبرها شويه نزيد نكبرها شويه حتى ما كتحس بالوقت كتوصل لواحد المستوى واعر تكون راضي عليه المهم خصك تخلي الهدف ديالك قدامك ما تبقاش تحبط راسك يعني دغيا غتمل ودغيا اعطي الوقت اعطي الوقت لراسك ان الله مع الصابرين الصبور مع راسك الدراري ديما شوف القدام ما تشوفش اللور ما ديرش هكذا ما تدورش اللور شوف القدام فين غتوصل النتيجه اللي غتوصل ليها ان شاء الله ماشي غتدخل واحد المره الله صار تريني يومين مخلص الشهر تريني يومين داك الشيء وتقول انا خصني نطلع فورما دغيا ولا هذاك الشيء كيحتاج شويه الوقت كيحتاج ماكله نقيه وكيحتاج نعاس نقي يعني عطي الوقت لراسك عطي الوقت لراسك ما تبقاش وشوف واحد الحاجه شوف شي واحد يكون شي واحد يكون يمشي معاك يكون موتيفي يحفزك يشجعك تريني ما تديش بنادم اذا اللي مهلوك اللي ما خصوش يتريني خصو غير يمشي يبقى يهضر في التليفون ويضيع الوقت ويجي بحالو كاين بنادم كيمشي لاصال غير يضيع الوقت ويجي بحالو ما فهمتي ما مسوقوش هو يتريني ولا ما يترينيش ولا يطلع ولا ما يطلعش حاجه غتحفزك بزاف هي فيديوهات تبقى تشوف فيديوهات على اليوتيوب حنا في شي ايامات في ايامات بشحال هادي اللي عندنا لونطريمون ما كاش فيديوهات هيدا بزاف على اليوتيوب يعني ديال لونطريمون كيفاش تريني شني ما تاكلش شني ما تاكلش بروغرامات وداكشي ما كاش دابا الحمد لله كاين يوتيوب راه ما تشوف بروغرامات تشوف الماكله اللي غتاكل اي حاجه راه محطوطه على اليوتيوب والناس عاود اللي كيتريني وكيحفزوا الدراري هيدا باش يتريني موجود بنادم خصو غير تكون فيه النفس النفس كلشي فقط في النفس وهذا كلشي خدم بالعقل ما تمشيش تريني عاود بالعنف تريني بالعقل تعرف شنو غدير دائما تسخن قبل ما تدخل يعني تريني دائما حافظ على الكارديو ديالك حافظ على الاكل الصحي ونعس بكري وفيق بكري حتى هو مزيان هذا ما كان هذه هي النصائح اللي غنعطيك وباقي بزاف ديال النصائح اللي خصو يزيد النصائح يخلي لي كومونتير انا ما نقدرش نفكر فيهم كاملين دابا خلي لي كومونتير نرد عليكم ان شاء الله طلا والدراري كنتمنى لكم ان شاء الله مسيره رياضيه موفقه الله يعاونكم النتيجه ان شاء الله باذن الله غتوصل ليها